مستمعي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. تحيه طيبه للجميع في عدد هذا اليوم من ضيف الصباح. اسعد فيه باستضافه البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئه الوطنيه لترقيه الصحه وتطوير البحث. بروفيسور صباح الخير، شكرا لقبول الدعوه. صباح الخير وشكرا على الاستضافه. بروفيسور مصطفى خياطي، منذ بداية فيروس كورونا، منذ أن تنقل إلى بلادنا ضيف غير مرغوب فيه، اتخذنا عديد الإجراءات الصارمة للتصدي لانتشار وباء فيروس كورونا، ومع ذلك الأرقام هي في ارتفاع. هل الإجراءات المتخذة لحد الآن هي بحاجة إلى تعزيز أكثر أم تمديد لتؤتي ثمارها؟ نعم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة معروف على هذا الوباء أنه له منحنى تصاعدي، وربما لنا صور أمامنا في كثير من الدول الأوروبية والصين من قبلها، وهذا حظ كبير بالنسبة للجزائر، لأننا أمام صورة طبق الأصل التي يمكن أن تكون في الجزائر، وبالتالي كان علينا أن نأخذها، وقد أخذت كثير من الإجراءات الاستباقية لتفادي هذا المنحنى الخطير. صحيح أن هناك إجراءات ممكن أن نسمي بعضها بالاستباقية والأخرى بالمسؤولة، التي اتخذت لوقف ربما تفشي هذا الوباء الخطير، ولكن نحن اليوم في حاجة إلى إجراءات أخرى. الإجراء الأول هو ربما توسيع التشخيص لهذا المرض، لأننا نرى أن الوتيرة الحالية للتشخيص قليلة ولا تمس إلا ربما 100 أو 150 شخص أو تحليل يومي، وهذا قليل جدا بالنسبة لكثير من الدول. نعطي مثال، الآن في كوريا الجنوبية يعملوا بوتيرة 25,000 تحليل يومي. تونس الشقيقة رفعت من إمكانيتها إلى 5,000 تحليل في الأسبوع. الآن في ألمانيا 500,000 تحليل في الأسبوع. إذن لا نستطيع في الحالة، لأنه صحيح أنه حظر التجوال والحجر بالنسبة للبليدة وولايات أخرى بدأ يعطي ثماره، ولكن هو قليل لأنه بقت بعض السلوكيات خاطئة والوعي لم يشمل كل المواطنين، وبالتالي كان هناك مازال ناس حامل للفيروس وربما مسؤولين على تفشي هذا الفيروس. فإذا أردنا أن تكون هناك إجراءات مكملة للإجراءات الأولى، علينا يعني في حالة مستعجلة جدا أننا نرفع من وتيرة التحاليل اليومية. ما الذي يمنع الآن الرفع من الوتيرة؟ هل قضية إمكانيات؟ لا، هي تحدث أيضا بروفيسور خياطي عن نسبة ظهور النتائج. هناك من يرى أن هناك تأخر كبير في نسبة في الإعلان عن النتائج، ثلاث أيام أربعة أيام باش. وهذا راجع أولا، مشكلة تأخر النتائج راجع إلى أمرين. الأمر الأول هو التقنية المستعملة تاع بي سي آر، هي تستعمل ديانا للتشخيص، وهي تعتبر من أحسن التقنيات المستعملة الآن، ولكن المشكلة تاعها تتطلب وقت، هي 6 ساعات، ولكن بالوتيرة التي نعمل بها، لأنها تتطلب أولا ناس مؤهلين للقيام بهذه التقنية، ثانيا هي منحصرة إلا في معهد باستر، ولكن كان هناك أنواع من التشخيص السريعة اللي ممكن عندها إيجابية تاع 80% تقريبا، وممكن أنها تستعمل، وهي مستعملة في كثير من البلدان، أذكر من بينها ربما إسبانيا وتركيا. فالأمر ربما الثاني هو نقص في الطاقمات الفيرولوجية، لأننا إلى حد الآن كان عندنا مخبر واحد للفيروسات على المستوى الوطني، وهذا يعني شيء قليل جدا. المفروض أننا كنا في كل المستشفيات الجامعية
يعني أنشأنا ربما مخابر للفيروسات، خاصة بعد ظهور كثير من الفيروسات 2002-2003، السراز المعروف، من بعد كان H1N1، وربما قبله نتاع كذا كاين إيبولا، زيكا وكذا. إذا كان هناك أوبئة كثيرة مرت، كان المفروض أننا يعني نرفع الوتيرة ونكون في المستوى. ولكن لا أود فقط بروفيسور أن أسألك، كنت أود أن أطرح هذا الموضوع في الأخير ولكن لا بأس بذلك. صاحب ظهور الفيروسات كما تفضلت، ظهور فيروس كورونا، ظهور عديد القراءات والفرضيات، حرب بيولوجية، فيروس مخابر، نحن لا يهم ما يهمنا من كل هذا هو إلى أي مدى ضروري الآن تطوير البحث العلمي في المجال الصحي، خاصة أنكم سبق لكم أن تصريح أن مخبر مرجعي لتخزين الفيروسات والبكتيريا الخطيرة كان مبرمج منذ ثمانينات القرن الماضي ولكن لم يرى النور لحد الآن. لا صحيح، هو ربما لازم نفرق ما بين ما هو بحث وما هو ربما أصبح من الأبجديات في الصحية. فالمخابر الفيروسية هي تتبع الحقيقة، هي وحدات من المخابر البيولوجية التي ممكن أن تكون في كل مستوى، كل مستشفى جامعي. الآن ما فيش. الأمر الثاني صحيح أنه ما ربما كان في هناك عائقات بيروقراطية لم تسمح لكل البرامج تاع البحث العلمي أنها تطبق في أرض الواقع. هذه العائقات البيروقراطية هي أولا نقص في التمويل، ثانيا نقص في العقار للبناء ربما مخابر، التكوين تاع المشرفين على هذه الأمور كذلك ناقص جدا، وربما الاحتكار اللي لعبه معهد باستور خلال السنوات الماضية، خاصة أنه يعني غير من وجهته، من ربما مركز للبحث أصبح يعني مركز تجاري، بحيث أعطيت له صلاحيات شراء اللقاحات وكذلك كل ما يدور في فلك اللقاحات، وبالتالي يعني ضيع كثير من مهامه الخاصة، وهذا ما يفسر ربما نوع من التأخر في هذا المجال. وبالأمس فقط الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد خلال زيارته إلى ولاية البليدة تعهد بمراجعة المنظومة الصحية، إلى أي مدى ربما يجب إعادة، ما هو الذي يجب إعادة النظر فيه؟ صحيح أنه زيارة الوزير الأول كانت التفاتة طيبة، أولا نحو الطاقم الصحية التي بذلت جهود كبيرة وما زالت تبذل هذه الجهود وبدأت تعطي كذلك شهداء في هذا الصرح، وأنا أنوه بالتعزية التي أرسلها الرئيس في هذا المجال الأستاذ سي أحمد رحمه الله الذي توفي في البليدة، وأغتنم هذه الفرصة أن أطلب منه أنه ربما يكرم هذا الأستاذ كونه أول ضحية للطاقم الطبية في هذا المجال، ونحن نعرف أن الطاقم الطبية هي التي أعطت يعني قربانا كبيرا لهذا الوباء، أكثر من 7000 مصاب في إيطاليا، ربما أكثر من 10000 مصاب من هذه الطاقمات في إسبانيا، وبالتالي التجربة وكذلك في الصين ما عندناش أرقام، ولكن التجربة بينت أن الطاقم الطبية هي التي تعطي أكبر قربان في هذا الوباء، وبالتالي لازم أنها تكرم بمختلف. كان قد أثنى عليه رئيس الجمهورية قبل يومين. فيما يخص ربما صحيح أنه مشكل المنظومة الصحية هي في الأقلام المعروف أنه ربما 20 أو 30 سنة الأخيرة كانت يعني صحيح أنه الميزانية تاع الصحة ارتفعت تقريبا 4 مرات، ولكن الناس الذين اختيروا لتسيير المنظومة الصحية ما كانوا في المستوى، وربما هم الذين سرعوا في
تأخرها، والآن احنا نشاهد أن المشاكل كلها مشاكل قديمة سطعت إلى، احنا ما نتكلمش على الفريق الحالي، الفريق الحالي جديد يعني ما عندوش مسؤولية، ولكن الناس اللي سبقوه خاصة بعض الناس اللي بقوا 3 سنوات مثلا على رأس القطاع، ويعني هم مسؤولون على ما يجري الآن. عدد الوفيات والإصابات التي توقف بروفيسور مصطفى خياطي والسباق متواصل بين الانتشار والمواجهة، هل يمكن أن نصل إلى مستويات أكثر خطورة في تفشي فيروس كورونا؟ نعم، هو بالوتيرة الحالية تاع التشخيص معناتها أنه كاين فيه ربما ناس ما استطعناش يعني أن نتعرف عليهم، وربما نتعرف عليهم بصفة متأخرة، وهذا ما يفسر ربما قوة الانتشار في الخفاء، لأننا لا نرى هو الفيروس لا يرى، ثم المرضى احنا نعرف أنه لما نشوف الوتيرة تاع هذا الفيروس كاين تقريب 20% اللي ما عندهم أي عرض، وبالتالي هما حامل، نقدر نسميهم حاملي الفيروس ولكن بدون كذا، وكاين تقريب 50% أو أكثر اللي كذلك ما عندهمش أعراض كثيرة قليلة جدا، ويستطيعون أن يمرقوا هذه الفترة، وبالتالي ما ندخلهمش في هذا الباب. الناس اللي ربما عندهم أعراض ويدخلوا المستشفى هم تقريب 10%، بالإضافة للناس اللي عندهم أعراض خطيرة وهم 3 إلى 5%. هذا 15% هم الآن اللي رانا نشوفهم في المستشفيات، أما ربما 70% أو 80% الآخرين أو أكثر فلا نراهم تقريبا، وبالتالي علينا أن نشخص المرض عند هؤلاء حتى نقوم بحجرهم ونوقف نهائيا انتشار الفيروس. الأطباء هم الصف الأول بروفيسور في الميدان المقاومة والتحدي مثل ما وصفهم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، وقد أرسل لهم رسالة قبل يومين. بالأمس الوزير الأول أيضا أثنى على مجهوداتهم في التحدي التصدي لهذا العدو المخفي العابر للقارات. إلى أي مدى مهم هذا الدعم النفسي؟ مهم جدا، لأنه الإنسان ربما يضحي بوقته ثم يعمل بصفة يعني بإخلاص وبتفاني في المهمة تاعه، لا نراها إلا في بعض الأعمال، لأنه غالبا الناس اللي يختاروا المهنة تاع الطب يختاروها باقتناع بحب لهذه المهنة، وبالتالي هم يقومون بهذا العمل بإخلاص وتفاني، ولهذا فالإنسان اللي يعمل عمل لازم واحد يشكره. وكاين يعني حديث في هذا الباب، من شكر الناس كأنه شكر الله، لأنه إنسان اللي يعمل عمل لازم يكون فيه دعم سيكولوجي، في غياب الدعم السيكولوجي وكأن الطاقم الطبية تعمل يعني مقابل يعني شهرية بدون أمر آخر، وهذا مش صحيح يعني في أفقدنا المهنة الجانب الإنساني. نعم، عندها جانب إنساني كبير جدا، ولكن مع ذلك تبقى مسألة الوسائل الصحية والوقائية تطرح نفسها بقوة. الوزير الأول تعهد بتوفير كل الوسائل، ما هي ربما الأصدى من المستشفيات والوقائيات على الميدان؟ ماذا تقول؟ والله الأمر هذا في الحقيقة مش خاص بالجزائر، لأن هذا داخل في أمر العولمة، والعولمة أعطت للصين تقريب كل إمكانيات الإنتاج، لأن الأسعار رخيصة وزهيدة، وبالتالي احنا نشوف ما يقع الآن في فرنسا في إسبانيا، كلهم تابعين إلى، كلهم يشكون من نقص، كل تقريب الدول تشكي من نقص. احنا شفنا سربيا أول أمس لما رئيس الجمهورية بنفسه استقبل الطاقم الطبي الصيني، يعني أنه كل الدول الآن وخاصة أنه أكثر من 180 دولة الآن مصابة بهذا الفيروس، في حاجة إلى عتاد، في حاجة إلى إمكانيات، ربما بعض الإمكانيات بوسعها أن تنتج محلياً، ما مثلا البدلات، مثلا الكمامات، القفازات، كل هذه الامور يعني سهله في الحقيقه، وبامكاننا ربما
تغطية الحاجيات. فيما يخص ربما الأجهزة تاع التنفسية، الآن كاين فيه، أنا أعلم بأنه كاين فيه ربما مش إمكانيات ولكن مبادرة في هذا المجال، وربما في الأيام المقبلة سيعلن على شيء في هذا الباب، وكذلك في أبواب أخرى. أنا أعلم أنه في فرق في فرق من البحث العلمي قائمة بإنتاج، وقد تم يعني تطوير بعض الأجهزة بروتوتيب، وربما كان بعضها الآن في طور الإنجاز، فإن شاء الله في الأيام المقبلة. هناك مخابر في الجزائر على مستوى الجامعة؟ على مستوى مراكز بحث، وعلى مستوى كذلك متعاملين اقتصاديين، لما نعطيهم البروتوتيب هما يقوموا بتصنيعه. هناك الآن مجموعة من العلماء قاموا بتطوير أجهزات للتنفس الاصطناعي، وستكون إن شاء الله جاهزة خلال الأيام المقبلة. ستكون جزائرية؟ جزائرية نعم، كلها 100%. شيء جميل مبشر، أنه فيها دائما في خضم كورونا هناك دائما أشياء إيجابية. وصلت أيضا طائرة من الصين بروفيسور مصطفى خياطي بها طاقم طبي، أجهزة ومعدات ومعقمات وكمامات. إلى أي مدى مهم الاستفادة من الخبرة الصينية لتعزيز قدرات الطواقم الطبية التي هي أيضا مشهود لها بالكفاءة؟ صحيح أنه احتكاكنا بالتجربة الصينية مهم جدا في هذه الآونة، لأنه هم خاضوا معركة قبلنا وقد نجحوا في احتواء هذا الوباء، وبالتالي التجربة تاعهم من ناحية الاستراتيجية مهمة بالنسبة إلينا. أما كون أنه هذا الأطباء الصينيين هم اللي رايحين ربما يسيروا المستشفيات، هذا خطأ. احنا نريد من الصينيين أنهم ربما يتكلموا لنا ويبينوا لنا أهمية الاستراتيجية المستعملة والتي أعطت نتائج طيبة. وطبيعة الفيروس، لأنه لحد الآن لم يتم التوصل إلى طبيعة الفيروس. لا، الفيروس يعني الآن نعرف عليه الكثير، ولكن ما زال جوانب غير معروفة، لأنه فيروس جديد عنده 3 أشهر. نعم. هناك أيضا بروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث. هناك جهود دولية حديثة تبذل للوصول إلى علاج لفيروس كورونا المستجد. هنا في الجزائر اعتمدنا بروتوكول كلوروكين، وهو نفسه المعتمد ربما بتسميات مختلفة في أمريكا في فرنسا. ما هي آخر المؤشرات والمعطيات المتوفرة حول هذا العلاج؟ لا، صحيح أنه هذا الدواء في الحقيقة هو قديم جديد، الدواء احنا استعملناه في الجزائر، وكثير من الأطباء يعرفوا يعني كيف يستعملوه، لأنه استعمل في محاربة داء المستنقعات يعني الملاريا أو الباليديزم بالفرنسية. ثم كان يعطى كدواء احترازي لكل الجزائريين المسافرين إلى إفريقيا، ولكن الآن ظهر أنه بعد خاصة 2002-2003 بالسراز الأول تبين أنه هذا الدواء ممكن أنه ينقص من كمية الفيروسات الموجودة في الدم، وبالتالي ينقص من خطورة المرض، فأعيد استعماله، والآن مستعمل في المغرب العربي وفي كثير من البلدان، حتى في أمريكا الآن تم استعمال، في ألمانيا، في فرنسا بدأ الاستعمال كذلك، في كوريا، وحتى في الصين كان الآن، ولكن كثير من البلدان تعتبر ذلك كتجربة يعني تنبيه، لانه لم يستعمل في هذا المرض قبل هذا. والمنظمه العالميه للصحيه دارت ارضيه للتجربه، الان انخرطت فيها اكثر من 40 دوله لاستعمال هذا الدواء. المهم هو ان هذا الدواء يعطي نتائج ايجابيه في معالجه هذا المرض، ولكن كذلك هذا الدواء خطير لأنه له أعراض خاصة في مستوى القلب، وبالتالي لا يمكن. ما هي الأعراض للجوانب السلبية؟ وخاصة في نبضات القلب، ممكن يأثر على نبضات القلب، وممكن أنه يؤدي إلى حتى توقف ربما القلب، وبالتالي عنده خطر. ولكن لما يكون عندنا ضررين نأخذ بأقل الضررين، أقل الضررين هو هذا الدواء.
فهذا الدواء المهم في الاستعمال. انا اطالب من هذه المنصه انه يعني ترفع وتيره استعماله في عند كل الناس اللي عندهم اعراض. هذا مهم جدا لتوقيف كذلك زحف هذا الفيروس، ولكن بمعاينه طبيه. مستحيل اننا نسمح باستعمال هذا الدواء اولا كدواء وقائي، لانه ما يدخلش في الوقايه، لانه كما قلت كاين فيه رقبه ربما حتى 50% او 60% من المصابين اللي هم حامل الفيروس. فهل نعطي هذا ما حدث بالامس ربما في فرنسا؟ نعم. حدثت ضجه. في الحقيقه في فرنسا لها خلفيات ربما صراع ما بين الشركات الدوائيه الكبرى والاخرين. صحيح انه كاين هذا معروف، هذا مطعنا في هذا الدواء. صحيح هو معروف في هذا الباب، ولكن هذا الدواء لا يؤخذ الا تحت مراقبه طبيه. فاذا توصلنا الى هذا الباب فلا يعني فلا مشكل اننا نوسع استعماله عند كثير من المصابين حتى نقلل اولا من الاعراض ومن المرور الى المرحله ربما الخطيره بالنسبه للمرضى. بروفيسور مصطفى خياطي، اريد فقط ان اسالك، رايت بعض الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي لبعض الاطباء يوصون انه هناك بعض الحالات المصابين بفيروس كورونا ولكن طلب منهم البقاء في منازلهم. نعم، هذو ربما داخلين فيما يسمى ال 20 الى 50 الى 60 او 80% من الناس الحامل الفيروس، يعني المرض عندهم ولكن ما عندهمش اعراض. هم نسميهم حامل الفيروس لانه مناعتهم استطاعت ان تطوق الفيروس، وبالتالي لم يظهر الفيروس باعراضه السريريه المعروفه. هذا الناس صحيح انه اذا ارتفع عددهم لا يوجد خطر في بقائهم بالبيوت؟ لا، معناتها اذا كان واحد اصيب بهذا معناتها انه تقريبا كل العائله مصابه، وبالتالي الحجر ممكن انه يكون في بيته. صحيح انه الاحسن اننا نديرو في مكان تحت الرعايه الصحيه لمده الحجر هو 15 يوم بالنسبه لهؤلاء، ولكن اذا ارتفع عدد الناس فصعب انك توفري طاقمات للمتابعه والمعاينه لكل هذه الاعداد الكبيره، وبالتالي لجأت كثير من الدول الى هذا الحجر. مثلا الصين قامت بهذا، في ايطاليا منزلي. كذلك حجر منزلي اذا ما فيش اعراض، ولكن كان فيه متابعه يوميه هاتفيه مع هؤلاء الناس. في بمجرد ظهور عرض واحد فالإنسان هذا يطلع على المستشفى ويكون تحت الرعاية ثم يعطى له الدواء. بالنسبة للحجر بروفيسور مصطفى خياطي، الحجر الصحي بالفرنسية نقول لا كارونتان، يعني جداد هو الكونفينمون، صح؟ الأربعين يوم كارونتان، كارونت 40 يوم. يقال الآن لأنه في الزمان كانوا مباشرة في مرض يعزلوه 40 يوم لأنه في تطور للانتشار وبعدها للتعافي وبعدها لاختفاء المرض نهائيا. نعم. نحن لماذا الان، هل التطور التكنولوجي الذي منعنا من اعتماد 40 يوم مباشره؟ لا، يعني في الحقيقه اولا لازم نذكر انه الفكره او مبدا ربما وقايه من فيروس من الفيروسات او من الاوبئه بصفه عامه كان عند ظهور الاسلام بمقتضى أحاديث نبوية شريفة معروفة، إذا ظهر الطاعون في بلد وسمعتم به فلا تدخلوه وإن كنتم داخله فلا تخرجوا منه. هذا معروف، يعني هذا كمبدأ أولي، وجريدة نيوزويك في عددها ربما عنده أسبوعين تكلمت حول هذا الموضوع وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المبدأ، وقالت أنه هو أول من سن لمحاربة الأوبئة والوقاية. وبالتالي صحيح ان انذاك ما كانوش يعرفوا الفيروس والبكتيريا والى اخره، يعني العناصر التي وراء هذه الاوبئه. احنا نعرف ان البكتيريا عرفت تقريبا في اواخر القرن التاسع عشر 1895 بالتحديد، وبالتالي الناس ما كانوش يعرفوا انه، مع انه الميكروسكوب تم اكتشافه في القرن السابع عشر.
ولكن ما كانوش يعرفوا يعني ربما الصله ما بين هذه الاجسام الصغيره جدا والامراض. الفيروس لم يعرف الا يعني بعد الحرب العالميه الثانيه. لماذا؟ لانه لرؤيته لازم يكون عندنا ميكروسكوب الكترونيك، يعني تكبير نتاع الصوره تاعو اكثر من 200 الف مره، وبالتالي صعب ان نعرف اذا كان هو وراء او لا. ولكن المهم هو انه انذاك يعني بالنسبه للماضي كانوا يرون انه ما بين بدايه هذا المرض والشفاء الكامل تقريبا تكون 40، ثم الأربعين هذه مأخوذة تقريبا من التراث نتاعنا، 40 70، يعني هي أرقام كذا. كانوا يشوفوا أنه 10 أيام ما تكفيش، و15 يوم ما تكفيش، و20 يوم ما تكفيش، وبالتالي نصت على 40. ونتذكر أنه هذه لا كارونتين كانت مطبقة في الجزائر، وهناك كثير من الأمور التاريخية معروفة في التاريخ. وثم كان بعض الجزائريين كتبوا حول الموضوع، وآخرهم ربما هو حمدان خوجة في 1834، وكتب كتاب حول الأربعينية هذه وقدمه للخليفة في إسطنبول الذي قربه منه وجعله كمستشار في الأمور الصحية في 1834. عملت مليح كي سالتك هذا السؤال لانه معلوماتك ثريه جدا بروفيسور. اكتشفت فيك جانب تاريخي. بالامس حتى نبقى في الدواء، بالامس قرات في انه استراليا اعتمدت كبروتوكول لعلاج الكورونا التطعيم بتطعيم مرض السل. نحن هنا في الجزائر في روزنامج التطعيم الحمد لله هناك ناخذ التطعيم هذا ضد السل. وش يمكن نقولوا في هذا الشيء؟ والله اولا هذا مازال في مستوى التجريبي. ثانيا الجزائريين كلهم مطعمين ربما هذا مؤشر ايجابي انه يكونوا اقل عرضه للفيروس. مش صحيح. لماذا؟ لانه التطعيم ضد مرض السل هو تطعيم خاص يستعمل الخلايا لمحاربة البكتيريا، ثم هي بكتيريا. ولكن التطعيم ضد الفيروسات هو يعني فرز من طرف خلايا مختصة لهم لينفوسيت مضادات ضد الفيروسات. وبالتالي كاين اختلاف ربما في الأمور. فهي بعض التجارب الآن، فصعب أننا نتكهن عن مصيرها. بالنسبة المهم هو الآن الأمور اللي ممكن نستعملها هو الحجر، الكشف المبكر والسريع والشامل لحامل الفيروس حتى يدخلوا في الحجر، والامر الثاني هو استعمال الهيدروكلوروكين مع زيتروماكس لمعالجه الناس ربما اللي بدت عندهم اعراض. بمجرد بدايه الاعراض نبدا العلاج. ولكن متفق عليه بروفيسور مصطفى خياتي انه فيروس كورونا وضع خارطه في العالم على المحك، لا يقيم وزن لاي دوله ولا لمقدارها بين الدول. ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها الان من فيروس اليوم، من فيروس كورونا؟ اولا هو اعاد النظر في مشكل العولمه. كثير من الدول الضخمه الكبيره الان قررت انها لازم تحتفظ بالامور ما تسميها هي الامنيه. واحنا نعرف اليوم ظهر انه الامن الصحي هو من ربما المبادئ الكبرى لاي دوله. لازم يكون عندك امن صحي ومقومات هذا الامن الصحي، هذا مش كلام. فهذه ربما هذا الوباء بين انه حتى امريكا اللي اقوى دوله، وحتى الصين يعني اللي هما العملاقين الحاليين ظهر خلال هذا الوباء انهما يعني ولا شيء امام يعني عدو لا يرى وهو مجهري لا يرى. وبالتالي فيه هناك إعادة الأمر. الأمر الثاني هو المخلفات ربما اللي راح نشوفوها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وهو يعني
سقوط اسعار البترول اللي راح ربما راح تاثر كثير على دول كيما الجزائر، لانه من الناحيه الاقتصاديه راحين ربما نواجه مشاكل عويصه في المستقبل. كذلك من ناحيه الترتيبات، احنا مثلا الوزير الاول البارح تكلم تنظف المنظومة الصحية، وهذا صحيح. ربما هذا الوباء بين ربما ثغرات في هذه المنظومة، وبالتالي من ربما النقط التي ممكن أن نستخلصها من هذا الوباء هو إعادة النظر في كثير من الأمور من ناحية مثلا التجارة، الاقتصاد، الصناعة وكذا. ولكن تبقى دائما الأخبار السيئة تغطي عن الأخبار الجيدة، ما يردده الناس دائما هو أرقام عدد الإصابات، عدد الوفيات، متناسين أن هناك جوانب مشرقة تدعو إلى التفاؤل. فمثلا أثبت العلم أن وسائل الوقاية تأتي بنتيجة، ولا تزال مناشدات الحكومة بالبقاء في البيوت واتباع الإرشادات الوقائية مقابل دم المكتب المختصين هي الحل الأنجح. بروفيسور، لا الحقيقة هو أنظرنا اليوم وانا تكلمت كم بين مره، يعني الخروج من هذا الورطه اللي رانا فيها هي تاع الوباء، هو المكوس في بيوتنا، والخروج الا للحاجه الطارئه، لاننا نعرض انفسنا وذوينا لخطر محدق ما نعرفش مع من نتعاملوا، وبمجرد ربما خروج تاع خمس دقائق ممكن اننا نجلب الفيروس الى البيت. فكون اننا ناس راشدين وكل شيء مبني على السلوكيات، لازم المواطنين يعرفوا انه هذه التضحيه راح ربما تبقى اسبوعين، ثلاث اسابيع، اربع اسابيع، خمس اسابيع، ولكن المهم اننا نفوت هذه المرحله الخطيره جدا، والا ربما راح نبقى اسابيع اخرى نعاني من هذا الوباء. بروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئه الوطنيه لترقيه الصحه وتطوير البحث، شكرا جزيلا على هذه الاثراءات والمعلومات القيمه، وشكرا لقبولك دعوتنا مره اخرى. شكرا لك. شكرا.